طيب خلينا نروح لموضوع آخر. والنهاردة محافظة بورسعيد على موعد انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادي واللي بيحمل شعار شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال واللي بيتم تنظيمه على مدار يومين. معنا دلوقتي على التليفون مهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذة جمانة وصباح الخير على الأستاذ حسام. اهلا بيك. يعني في البدايه لو حضرتك توضح لنا اهداف هذا المنتدى والنتائج المنتظره منه. طبعا حضرتك عارفه انه مدينه شرق بورسعيد مدينه سلام مصر هي مدينه من مدن الجيل الرابع. سياده الرئيس كان واجه ب 14 مدينه، هي احدى المدن الجديده اللي مصر عملتها، بتقع في موقع متميز جدا من الدوله المصريه، موقع استراتيجي على مدخل افريقيا واسيا وفي السنتر ما بين افريقيا واسيا واوروبا. من هنا كانت الفكرة ان احنا نعمل منتدى اقتصادي عالمي للتسويق لثلاث محاور رئيسية ان شاء الله هنشتغل عليها في المنتدى، سواء كان المحور الخاص بالصناعة او المحور اللوجستي، والمحور الثالث هو محور التنمية العمرانية في المدينة. احنا عندنا طبعا حضرتك عارفة انه الجزء الخاص بشرق بورسعيد في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ودي فيها منطقة صناعية واعدة كبيرة جدا غير مدينة سلام مصر، المناطق السكنية اللي موجودة هناك، زائد الدولة المصرية استثمرت استثمارات كبيرة جدا وعملت ميناء شرق بورسعيد بمجموع أطول أرصفة بحرية يتخطى الخمسة كيلو أرصفة. طبعا حضرتك عارفة إنه الموقع الاستراتيجي بتاع المدينة لازم إن احنا نسوق له، فمن هنا جت فكرة المنتدى. احنا إن شاء الله هيشرفنا النهاردة مجموعة كبيرة جدا من الشركات العالمية من رجال الصناعة والأعمال سواء كانوا من داخل مصر أو يعني محتاجين نعرف من حضرتك أبرز الحضور واللي هيشاركوا الشركات العالمية الشركات المصرية. المنتدى نفسه هيكون الجلسات النقاشية فيه بتدور حوالين إيه؟ يعني نشرح للسادة المشاهدين أكتر. إحنا إن شاء الله النهاردة عندنا في المنتدى على مدى يومين في مجموعة من الجلسات وورش العمل، في ثلاث جلسات، جلسة خاصة بالصناعة، جلسة أخرى خاصة بالمنطقة اللوجستية والمواني، جلسة ثالثة خاصة بالتنمية العمرانية في شرق بورسعيد. في ثلاث ورش عمل بنفس المواضيع علشان نخرج في النهاية بالجلسة الختامية الخاصة بالتوصيات. احنا يهمنا في المنتدى ان احنا مش بس نقول وجهة نظرنا كدولة مصرية، احنا كمان هنسمع الفيدباك او الاراء الخاصة والتوصيات من السادة رجال الاعمال والصناعة اللي مشاركين في المنتدى ده. ليه؟ علشان من اجل تسهيل وسرعة الاستثمار في المنطقة، لو هم عندهم وجهة نظر احنا كحكومة هناخدها في الاعتبار، هنرفع توصياتنا للقيادة السياسية المستوى الاعلى. طبعا حضرتك عارف ان المنتدى برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احنا هنرفع التوصيات بتاعة المنتدى اللي جاية من خلال المشاركات ما بين الحكومة ورجال الصناعة من اجل تسهيل الاستثمار في المنطقة. التوصيات دي هتطلع من الجلسات ومن ورش العمل. طيب باشمهندس لو تطلعنا على ابرز القطاعات المستهدف مناقشتها في الجانب التجاري والاستثماري ايضا خلال اعمال المنتدى. احنا عندنا المنطقه الصناعيه اللي احنا مركزين عليها القصه فيها مطور روسي وفيها مطور صناعي مصري. المنطقه الخاصه بالصناعات المصريه دي فيها 14 صناعه مختلفه، منها صناعات أدوية، صناعات كهربائية وصناعات طاقة، صناعات منسوجات، صناعات مواد كيماوية وبترولية. عندنا أكثر من 14 صناعة مختلفة. طبعا كل المدعوين، السادة المدعوين رجال الأعمال ورجال الصناعة من داخل وخارج جمهورية مصر العربية متوزعين على الصناعات المختلفة. احنا حاولنا بقدر الإمكان المحافظة مع الجهة المنظمة ان احنا ندعو كبار الشركات العالمية سواء كانت العاملة في مصر أو خارج مصر في كل كلاستر أو كل صناعة مختلفة عن الصناعة الأخرى، جايبين أكثر من 20 أو 30 شركة التوب 50 أو التوب 30 في كل كلاستر حاضرين معانا النهاردة. إن شاء الله عندنا كيانات كبيرة جدا جاية من الخليج، في كيانات كبيرة جدا جاية من دولة الصين، في ناس تانية جاية من أنحاء كبيرة جدا في يعني في العالم غير الشركات العالمية اللي أصلا موجودة جوه مصر برضو إن شاء الله هيشرفونا النهاردة. نتمنى أنه المشاركين في المنتدى
بالكيانات العالميه الكبيره ديت، بالشركات الوطنيه الموجوده ورجال الصناعه ورجال الاعمال، جميع غرف التجاره موجودين، جميع جمعيات رجال الاعمال موجودين معانا. نتمنى ان توصياتهم ان احنا هنعمل ورش عمل كثيره جدا عشان نوصل لتوصيات نقدر ان احنا نرفعها تساعد في تنميه اسرع، سواء كانت تنميه صناعيه او تنميه سكنيه او تنميه كمان يعني لوجستيه خاصه بالمواني في المنطقه اسرع من الوتيره اللي هي كانت موجوده فيها. طيب حضرتك يا فندم ذكرت انه هيكون في ورش عمل. تمام يا فندم. طيب ممكن تقول لنا تفاصيل عن ورش العمل دي، وايضا لو هتكلمنا عن افتتاح معرض بورسعيد. الثلاث ورش عمل زي ما قلت لحضرتك هتبقى ورشه خاصه بالتنميه الصناعيه، هنشرح فيها بالتفصيل ال 14 صناعه اللي قلتهم لحضرتك بحوافز الاستثمار اللي الدوله المصريه بتقدمها للمستثمرين، سواء كانت الخاصه بالجمارك او الخاصه بالضرائب او حتى ثمن حق الانتفاع اللي الدوله بتقدمه كهديه لكل رجال الاعمال ورجال الصناعه الموجودين في المنطقه، كل الاعفاءات اللي هم بياخدوها سواء كانت الاعفاءات بتختلف، الاسلوب الميسر اللي الدوله المصريه انتهجته الخاص بالمنطقه الصناعيه، كل ده هيتشرح في الورش. الورش برضو معنيه ان انا اسمع كمان الطرف الاخر زي ما قلت لحضرتك، ده في الورشه الخاصه بالصناعه طبعا كل رجال الاعمال والشركات اللي جايه هيتكلموا فيما يخصهم وان شاء الله هيلاقوا اجابه وافيه، بحيث ان احنا نكون سوقنا الصوره الكامله للمنطقه او للمحاور الخاصه بالمنتدى. ان شاء الله عندنا بكره الجمعه في ثاني ايام المنتدى هيتم افتتاح معرض صنع في بورسعيد بغرض تسليط الضوء. حضرتك عارفه ان احنا عندنا المنطقه الصناعيه الخاصه بمحافظه بورسعيد فيها اكثر من 429 مصنع علامي، زائد المنطقه الحره اللي تبع الهيئه العامه للاستثمار ودي فيها اكثر من 100 مصنع عالمي. يعني انا مش عايز بس اقول ماركات، يكفيني ان اقول لحضرتك ان احنا عندنا في بورسعيد حجم التصدير من الدوله المصريه في الملابس 54% منه بيطلع من محافظه بورسعيد فقط، وباقي 46% من باقي المحافظات في ماركات عالميه، بس انا مش عايز اقول عشان ما يبقاش اعلان. الماركات دي بتتصنع هنا في بورسعيد، عندنا في المنطقه الصناعيه مصانع خاصه بالكهرباء، براندات برضو المستهلك يعرفها، براندات يعني رقم واحد في مصر، عندنا مصانع خاصة بالأواني الطهي، عندنا مصانع خاصة بالكاوتش، عندنا مصانع خاصة بالصناعات السمكية، عندنا مصانع خاصة بالدهانات مصنفة على مستوى العالم، يعني المصنع رقم 9 على مستوى العالم موجود في بورسعيد، عندنا مصانع كيماوية كتيرة جدا. احنا يهمنا ان احنا نعمل برضو منتدى او يعني معرض صنع في بورسعيد لتسليط الضوء على الصناعات اللي بتتم في بورسعيد، وبرده ده ان شاء الله هيبقى بكره هيتم افتتاحه، علشان المواطن حتى البورسعيدي هياخد الساده المصنعين هيقدموا مجموعه من التخفيضات اثناء فتره المعرض، في صناعات كمان خفيفه تهم المستهلك الخفيف المصانع بتاعتها موجوده هنا، فهيدخلوا يلاقوا الصناعات دي موجوده، يعني كل مصنع واخد عارض منتجاته جوه المعرض هيلاقوها موجوده باسعار مخفضه، في نفس الوقت الدوله موجوده لو هم الساده رجال الاعمال اللي موجودين في بورسعيد حبوا ان هم ليهم وجهات نظر، كل ده هيتناقش في معرض صنع في بورسعيد غدا، وان شاء الله ان احنا بنقبل ان المعرض ده كمان يبقى سنوي بصفه سنويه، وان شاء الله هنطوره كمان يعني الفتره اللي جايه سواء كان مهرجان تسوق او فتره تسوق هتبقى سنويه ان شاء الله في محافظه بورسعيد. عظيم جدا. المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونتمنى النجاح بكل تأكيد.